يقول أنا مواطن من إحدى الدول العربية مقيم في المملكة ومتزوج ولي طفلة ومقيمون في بلدي. أسألكم فضيلة الشيخ عن هذه القضية، توفي أخي وترك زوجته وبعض الأبناء، وأنا أريد أن أتزوج من أرملة أخي، لكني أخشى عدم العدل بين زوجتي الأولى وزوجتي الثانية فيما إذا تم الزواج، ووالدتي لا توافق على ذلكم الأمر، هل علي من إثم إذا خالفت أمر والدتي وتزوجت، علما بأني سأحاول العدل ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كنت تخاف من عدم العدل بين الزوجتين بإعطاء كل واحدة منهما ما يجب لها من النفقة والكسوة والمسكن، فإنك تقتصر على زوجتك الأولى ولا تتزوج أرملة أخيك، لأنك لا تضمن القيام بالعدل بينهما، حتى ولو أن والدتك حتى ولو أن لكن هو يقول إن والدته لا ترغب أن يتزوج منه. نعم، هذا ينظر في المصلحة والمفسدة. إذا كان في تزوجها مفسدة على والدتك لكونها لا تتلائم مع والدتك وأنها تتكلم عليها وتسيء إليها، فلا يجوز لك التزوج بها إلا إذا جعلتها في مكان بعيد عن والدتك. أما إذا كان الحال مستقيما وليس منها أذى على والدتك، فعليك بإقناع والدتك، لأن هذا فيه مصلحة في ضم أولاد أخيك والقيام بالإشراف عليه، ويتم هذا بوجود أمهم في عصمتك لتتعاون معك على تربيتهم. عليك أن تقنعها بما في ذلك من المصالح، وليس عليها أذى من هذه المرأة. نعم.